أما الآن مع الفنانة المغربية إيمان يلي حبت كمان أنها تدخل عالم الفن ولكن بطريقة مختلفة، فأصدرت أول أغنية لها باللغة التركية لتكون أول مغنية عربية بتختارها ستايل. أنا طول حياتي كان عندي فكرة أنني ابتدي من تركيا، فكانت دائما الفكرة عندي، ولكن قريت وكملت قرايتي ودخلت الجامعة واشتغلت و حققت حلمي. تركيا الحاجز اللي كيكون هو اللغة، لأن اللغة التركية يعني صعبة لدرجة لا تصدق، يعني وخا فيها كلمات باللغة العربية. ولهيك درست إيمان اللغة التركية، وأهم شيء عندها كان إتقان الأكسنت. كانت عندي الفكرة إني روح وابتديت أدرس تركي لما كنت من المغرب، يعني مني وأنا من المغرب بدرس تركي لحالي، يعني بكتب وبسمع أغاني. ومن بعد التركي سجلت أول أغنية عربية لها واختارت أنها تكون خليجية وعنوانها مقهورة. ما تعلمت اللغة التركية بسرعة، تعلمت الخليجي بسرعة، يعني أول ما أخذت كلمات الأغنية سمعتهم أول مرة ونطقتهم بحال يعني خليجيين، يعني بسهولة، يعني ما عندي أبدا مشكل أكسنت. مقهورة أنا منك. وهالأغنية تسجلت ببيروت تحت إشراف جون صليبا، ورح تكون ضمن Out of the Blue يلي بيحضر لقلو جوماري رياشي وبيشارك فيه أكثر من فنان. الجديد بالموسيقى هو أنه مدخلين مودرن ساوندز إلكترو إي دي إم خليجي، يعني هذا شيء كتير أوريجينال، هذا ما شيء كتير بنسمعه كل يوم، وبيشبهها لإيمان لأن إيمان كتير حلوة، يونغ ترندي، تركيبة تركيا مغرب عم غني خليجي، فكرة كتير أوريجينال، بعتقد الناس رح يحبوا شو عم نعمل. والخطوة الثانية رح تكون تصوير هالأغنية فيديو كليب وبطريقة مميزة. الكليب فيه كتير أنيميشن، حنغير بالصورة كتير، أوقات ننزع مثل ما بيقولوا بس بطريقة لذيذة، حنعمل ميرورينج كتير بقلبه، حنعمل أوفرلينج لألمنتس جرافيكس، حيكون هيك دايناميك كتير، فيه تقريبا حاطين لشي 3 لوكس لإلها لأنه هي إيمان كتير حلوة على الكاميرا. وبما أنها حلوة على الكاميرا فإيمان عندها مشروع تاني غير الغناء، ورح تشوفوها بمسلسل تركي بتبدأ تصويره بعد 3 أشهر. وكشفت لقيتي بالعربي عن مواصفات البطل. كتير كتير محبوب بالعالم العربي، وفي يقول أنه أصمر، هو هلأ نمبر 1 في السوشيال ميديا وكتير متابعينه البنات، وعنده لسه خلص مسلسل قريب. الحرف الأول من اسمه بيبدأ بالباء، وفي لك كمان يعني بس لقيتي بالعربي last name بالأب، يعني كتير سهل وكأني قلت لك الاسم. لا يعني حسب المواصفات اللي خبرتنا عنها إيمان من المحتمل أن يكون باريش أردوتش. على كل حال نحن بعد شهرين رح نعرف مين هو البطل، لأنه رح يكون في حملة إعلانية للمسلسل بتركيا وهني رح يشاركوا فيها. لكن قبل هيك رح نسمعها بديو بتحضر لي حاليا مع سردار أورتاش.